عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو أنا أختي هتعمل فرحها في قاعة وهتشغل موسيقى وعايزاني أحضر، وأنا أختها الوحيدة، هل ممكن أحضر وأحط، هل ممكن أحط سماعات في ودني أو ما أكونش مركزة مع الموسيقى دي واحدة؟ في اختلاط أو ليس هناك اختلاط؟ نعم؟ في اختلاط بالرجال أو ليس هناك اختلاط بالرجال؟ هناك رجال يعني، لكن هيكون رجال عائلة أو ناس قريبة يعني، لكن أنا ماليش دخل بالاختلاط يعني الحمد لله أنا منتقبة، ف مش يعني ماليش دخل بالاختلاط بالرجال. يعني القصة على الموسيقى فقط. نعم؟ أغاني طبعا. هي هتشغل موسيقى فقط، هو كاتب كتاب وهي هتشغل موسيقى فقط، وأنا هو هيكون في رجال فعلا، ولكن أنا ما يعني ماليش دخل بالرجال. يعني إيه اللي مالكيش دخل بالرجال؟ مش أنت متواجد؟ يعني مش يعني مش اللي هو مش بسلم على غير محارمي. لكن هم شايفينك. هو بتعامل. نعم؟ هم شايفينك زحمة فيها رجال على نساء. هم هيكونوا شايفيني، لكن الحمد لله انا لبسي بلبس زي شرعي الحمد لله، منتقبه وملتزم بالزي الشرعي. سلمي على اختك. هي بتقول لي يعني انت، انا اختها البنت الوحيده وهي عايزاني احضر، فهي هتزعل، فانا يعني هل حرام لو انا حضرت وانا مش هركز مع الموسيقى دي او هحط سماعات؟ طب عفوا، ليه هي ما تكونش محترمه؟ انا انت ليه ما تزعليش ان عفوا ليه ما تزعليش ان اختك مش محترمه؟ هو يعني من الاول مين يزعل يعني؟ ما تشغليش موسيقى، نصحتها او شغلي اغاني في يعني اللي هي بتدف في الاناشيد اللي هي الاسلاميه بتدف في، ما فيهاش موسيقى. رفضت. مش عايزه. رفض. انا بدعمهم بالهدايه، انا يعني. طب اصبر عليا بس يعني. صعب. اصبري يا اختي. اتفضل. اختك غار يعني زالت من اجل دنياها، وانت ليه ما لا تزعلين من اجل دينك؟ انا اختك يعني رفضت الاستئناف. انا مش راضي عن اللي هي هتعمله. ايه؟ انا مش راضي عن اللي هي هتعمله. ده بس حضورك اقرار. يعني انا ممكن انا لا انصحك ان تذهبي تسلمي على اختك وترجعي، لا تجلسي في هذا الوسط. يعني ما ينفعش تجلس خالص؟ ما رجال على نساء واغاني قبيحه بموسيقى، هذا هذا ما فيش اغاني، هي موسيقى فقط، موسيقى فقط. الموسيقى نفسها حرام، لان النبي قال ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. انا اعلم ذلك، يعني حتى لو هي كانت اختي انا ما ينفعش اجلس في مكان مثل هذا. صح؟ لا، المحترمه ما تنفعش كده. المحترمه الدينه لا تجلس في مكان فيه مزيكا والرجال اللي حولها. ما حضرتك بس خلصت انا لي بس تجبرك انك لا يعني لبنى عبد العزيز. نعم انك لا تهدي من احببت، لكن حافظ على نفسي خلاص.